الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. إذا رأى الشخص أن هناك ذباب يدخل إلى أذنه في المنام علامة على المشاكل والأزمات في الحياة، والله أعلم. رؤية الذباب في الأذن في المنام تكون إشارة أن صاحب الرؤية لا يستطيع أن يتخذ القرارات أمام الناس، والله أعلم. رؤية دخول الذباب داخل الأذن في المنام تكون إشارة على الكلام السيء الذي يسمعه من بعض الأشخاص حوله، والله أعلم. رؤية الذباب داخل الأذن في المنام علامة أنه محيط بأشخاص حاقدين في حياته، والله أعلم. خروج الذباب من الفم في المنام علامة على التوبة والتخلص من الذنوب والمعاصي. إذا رأى الشخص أنه يخرج من فمه ذباب تكون إشارة على قول الزور والكذب في حياته، والله أعلم. الذباب يخرج من الفم في المنام علامة على المال الحرام الذي يحصل عليه، وعليه التوبة والرجوع لله عز وجل، والله أعلم. إن كان الشخص الذي يراه مريض وأنه يخرج من فمه الذباب تكون إشارة على الشفاء من كل الأمراض، والله أعلم. رؤية الذباب يطير فوق قبر شخص في المنام علامة أنه يذكرك بهذا الشخص، يعني اللي يشوف الذباب بيطير فوق قبر واحد يبقى الذباب بيفكرك بهذا الشخص عشان تدعي له يعني، والله أعلم. إذا رأى الشخص أن الذباب يطير فوق الميت علامة على موت أحد الأشخاص المقربين منه، يعني اللي يشوف الذباب بيطير فوق ميت عامة يبقى في أحد الأشخاص المقربين منه هيموت قريبا، والله أعلم. رؤية الذباب يطير فوق شخص متوفى في المنام علامة على حصوله على أخبار سعيدة سوف يحصل عليها قريبا، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.